بعض المفسرين قصصا في ذلك ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره، هذا مما ذكر في بعض كتب التفسير، أنه كان يمشي مع بعض أصحابه فمروا براعي غنم، وإذا شاة من هذا الغنم تلتفت إلى شاة صغيرة متأخرة عن القطيع ثم تصيح لها بأعلى صوتها، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا تقول هذه الشاة للشاة الصغيرة؟ قالوا: ماذا تقول؟ قال: هذه أمها وهي تقول لها: الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. قالوا فجاءوا إلى الراعي وسألوه، قالوا له: هل كان لهذه الشاة شاة قبل هذه الشاة الصغيرة؟ فقال: نعم، هذه الشاة الكبيرة هي أم لهذه الشاة الصغيرة، وقد كان لها بنت قبلها، شاة صغيرة يعني قبلها، فأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي. فقالوا: سبحان من علمك، يعني فهمت ماذا قالت هذه الشاة للأخرى. قالوا: ثم مشى مع أصحابه فمروا بامرأة راكبة على بعير، وإذا هذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضرب فيمشي، ثم يمشي ثم يقف فيلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه ويمشي. فقال لهم: هل تدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول لها: انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني. يعني المرأة لما أركبت الرحل على البعير كان هناك إبرة، ربما كانت إبرة كبيرة مما يخاط به مثلا الخيام وغيرها، فربما كانت ملتصقة بأسفل هذا، متعلقة بأسفل الرحل، فالمرأة وضعتها على الرحل، فلما ركبت على الرحل ومع المشي تبدأ هذه الإبرة تطعن سلام البعير، فهو يقول لها: قفي وانزع الإبرة من أسفل الرحل تؤذيني. والمرأة ما تفهم، فأوقفوا المرأة وأناخوا البعير ونزلت المرأة ونزعوا الرحل من فوق البعير، ثم نظروا وإذا في أسفل الرحل إبرة فعلا، وإذا هي تطعن البعير إذا مشى، فقالوا له: سبحان من علمك. فكان يفهم مثل هذه اللغة، ولذلك ذكر الله تعالى لنا في القرآن أنه كان يتكلم مع الهدهد، سمع كلام النملة ففهم ما قالت، كان يتكلم مع الجن، وإلا كيف يوجههم؟